أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس. بداية هادئة للأسبوع مع القليل من الأخبار الهامة. يبدو بأن الدولار الأمريكي يتعافى بعد أن عوقب الأسبوع الماضي، والذهب يرتفع كذلك. الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قام بالاختراق فوق مستوى المقاومة 0.7381، وهو صامد هناك عند أعلى مستوياته خلال 6 أشهر. يبدو بأن النمط التصاعدي طويل الأجل قد بدأ. قام الذهب بالاختراق للأعلى متجاوزا مستوى المقاومة الرئيسي عند 1250 دولار، والذي يبدو الآن بأنه تحول إلى دعم. يبدو السوق مهيئا للارتفاع أكثر. تعافى زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد تراجع طويل نهاية الأسبوع الماضي، ولكن يبدو الآن بأنه محصور في منطقة غير مؤكدة ومتقطعة. شكرا لكم وتداولا موفقا.